في لعيب بيعجبك بره الاهلي والزمالك يعني؟ يعني في الزمالك ولا في او في الزمالك؟ يعني لعيب بيعجبني في الزمالك اه, و... أه؟ في لعيبه كتير طبعا يعني في واحد انت عايز واحد بس؟ اه بس هما في كتير لا واحد واحد استمتع بيه كده ما بتشوفه بيلعب في الزمالك أه، أه ما انا عشان ما حد لك في لعيبه كويسه كتير بامانه يعني أه. في الاجانب عندك فرجاني لعيب كويس جدا اه عندك اوباما لعيب كويس وكهرباء وكهربا لعيب كويس ما قلتش ايمن حفني ايمن ما بيلعبش ايمن لعيب كويس بس ايمن ايمن أي ما بيلعبش دلوقتي مم. لكن بامانه في لا في زي ما قلت لك في فرجاني وفي اوباما وفي كهربا لا في 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 لعيبه كويسه الزمالك طبعا طيب قول لي وليد بتفكر ايه في الفتره اللي جايه يعني الفتره اللي جايه انت مصاب دلوقتي حتى الناس شايفه رجلك لابس ما شاء الله تعبناك والله وليد لا يوز. انا سعيد ان انا موجود آه. معاك والله مهيب بجد ويعني مش عايز اقول لك انت اخ كبير وعزيز وغالي عليا جدا حبيبي يا وليد والله وانت من الناس المحترمه اللي انا بسعد بيهم دايما والله